المنتخب الوطني ديال الفوتسال هذه السنوات الاخيره حقق انجازات جميله، جوج ديال الكوب دافريك، جوج ديال كؤوس العرب، اي بطوله تقام في شي دوله تيحقق اللقب تقريبا. المنتخب كنعتقد اللي ما خسر حتى شي مقابله في جميع المقابلات الاخيره ديالو، وحنا كشعب مغربي كنتظروا كاس العالم ان شاء الله، يعني هذه هي كمحطه استعداديه لكاس العالم ان شاء الله. كما كان شاف الجميع المباراه الاولى ما كانتش سهله، واخا كانت الحظوظ كامله في لصالح المنتخب الوطني، ولكن تمكن انه يحقق نتيجه الفوز، وان شاء الله حتى اليوم غتكون نتيجه الفوز والتاهل، ضمن بطاقه التاهل ان شاء الله. هذه المباراه غادي تعتبر مباراه حاسمه، يعني باعتبار المباراه اللي جرى الاولى كانت مباراه جيده، استطاعوا ينتصروا بخمسه لواحد. انا يعني متفائل جدا للمنتخب الوطني بانه غادي يمر للدور الثاني وغادي يمر بارتياح لانه ربح المقابله الاولى، وهذا راه فخر لنا وفخر للكره المغربيه. واولا نحن كنهنئوا المنتخب على الفوز المقابله الاولى، ما كاينش خيار ان شاء الله الا الفوز الثاني ان شاء الله، ولا غيكون حدود تكون وفيره ان شاء الله بحكم المنتخب ديالنا فاز بالحصه تقريبا نفس الحصه من المنتخب الزامبي، وهذا ما تيمنع شي باللي حنا ان شاء الله غادي ندوبلوا الحصه ان شاء الله الا كتب شي 10 ان شاء الله، وغيكون ان شاء الله في النهائي حنا كنطمحوا للنهائي والفوز باللقب ان شاء الله. بصراحه نتمنى لهم كل التوفيق، حنا روح ودم مع المنتخب الوطني المغربي، وباللي الاداء جيد ان شاء الله، وتتمنى لهم التوفيق وبرافو على التشكيله والاطار التقني بقياده المدرب، وتشكرهم على المجهودات اللي داروا، وتتمنى لهم التوفيق كل التوفيق، حنا روح ودم مع المنتخب الوطني المغربي.